مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت ممكن أرهن السلسلة دي؟ بس أنا ما عنديش رهن يا بنتي. طب ممكن أبيعها لحضرتك بس تخليها عندك وأجي كمان شهر أشتريها منك؟ ينفع يا بنتي. بس أمانة والنبي ما تبيعهاش. الزهر أنا غالي عليكي أوي أوي. دي آخر حاجة متبقية لي من أمي الله يرحمها. أنت محتاجة فلوسها للدرجة دي؟ بصراحة أه. هتعملي بفلوسها إيه؟ يعني هاخد فلوسها واتصرف في أي فندق أقعد فيه لغاية ما أظبط أموري هنا. أه أنت مش من هنا؟ لا أنا مش من هنا وأول مرة أكون هنا. آه يعني أنت كل اللي محتاجاه مكان تقعدي فيه كم يوم. بالظبط. الورقة دي فيها عنوان بنسيون بتاع أختي، كل المقيمين فيه بنات. هي ست قمر هتحبيها قوي، اسمها إنجيلا. روحي لها وما تنهيش هم حاجة، بس أول ما تروحي لها قولي لها إنك من طرف أخوها واصف جورج. خدي سلسلتك معاكي لحضرتك. ايه هتقولي؟ ايه لسه الدنيا بخير يا بنتي. كتر الف خيرك. اتفضلي. حرام يا اولادك. حرام يا رجاله امسكوه. ايه ده؟ ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ هو انت مراقبني ولا ايه؟ دي شكرا بتاعتك. وبعدين انا ستي مراقب ولحقتك اول مره لما كنت هتتخطف، واللي حسبته طلع صح واديكي كنت هتتسرقي في عز الضهر. يا سيدي كتر خيرك. بس هو انت مين اللي بعتك؟ مين بعت لي؟ صدق ان انا غلطان ان انا مرمط نفسي وراكي طول الوقت ده. معلش بس انا ما طلبتش منك كده. حد طلب منك كده؟ تربيتي، تربيه الزباله واخلاق اللي مش ولا بد. لا ما تقولش كده، شهامه ورجوله. شهامه ورجوله؟ دلوقتي بقت شهامه ورجوله؟ امال فين السم اللي طالع من بقك من شويه؟ معلش حقك عليا. خلاص تعالى عشان اوصلك. توصلني؟ هو عشان انت انقذتني مره ولا اتنين هركب معاك وهتوصلني؟ على رايي. هو انا يعني عشان كنت هموت عشان خاطرك مره ولا اتنين هنتصاحب؟ بالظبط بالظبط. طب اتفضلي بقى اتكلمي في اي حته عشان اطمن عليكي. في ايه حضرتك؟ هو انت ليه بتكلمني كانك ابن خالتي؟ تصدقي فعلا خير ان تعمل قله قيمه تلقى. خلاص براحتك. على العموم انا اسمي علي. وانا اسمي مين؟
ايه في ايه؟ نسيتي اسمك ولا ايه؟ انت مالك انت باسمي؟ وانا اقول لك ايه؟ خلاص خلاص مش عايز اعرف، حقك عليا. طبعا انا متشكره قوي. جيبوا له بوليس يا رجاله.